في لقطة جمال بلماضي يبدو أنه جمال بلماضي معناتها في مقابلاته ضد المنتخب التونسي حتى في التصريحات وقت اللي يربح منتخب تونس كأنه يستهزئ بالمنتخب التونسي، ديما يحب يربح منتخب تونس، هذا حقه، ولكن لقطة كما اللي صارت مع علي العابدي تظهر أنه عنده حاجة مع منتخب تونس الحقيقة جمال بلماضي. سي عبد الباقي وإحنا نذكره مرة معناتها قال كيفاش المنتخب التونسي كلاسمون نتاعه في فاخر من منتخب الجزائر. أنا يظهر لي شفت حاجة أخرى معناها بكل صراحة. كيفاه؟ لأنه في اللقطة العابدي هو اللي غلط. هذه اللقطة هي العابدي هو اللي غلط. هو كرة بحذا بنك الجزائر بالماضي مش يشدها والعابدي يهجم عليه. هو شو مدخله بالماضي حتى يشد الكرة؟ يودي بحذا البنك نتاعو. إي لا الملاعب عنده لافونتاج. الملاعب يقبل توش تو تجي كرة عندك لما صور ترمي الكرة تلعب. شديك للبنك غادي. أولا، ثانيا بالماضي غلط يا أخويا. أنت ملاعبي هو أونترونور. وتدز وتعمل. أنا بالنسبة لي القادري كي ما خرجش العابدي وقتها ما هوش من أردن. ورئيس الجامعة كان لازم يهبط من المنصة الشرفية ويخرج العابدي. أبو بيان سور. أنا اللي حاسب شوف أقول لك حاجة، شوف شوف عندك حاجة صارت دينامو في البطولة التونسية. فما كلمة قالها راهو بالماضي تقول ايش يقول هو هو في داره هو تمشي له معنى. فهمت. تو هو في داره في بنكه. هو في البنك جاته كورة مش هزة هاجم عليه غادي ايش تعمل؟ انت عندك توش مش تشوتها ولا تقف على التوش تورا ما صرت البال يعطيك كوره بربي لو كان فما لقطه نرجعوا لها خلينا مشيت الغادي وغلطت معاك بالماضي هو منرفز راجل اكبر منك اونترونور اونترونور دو ليكيب ناسيونال الجيريان اونترونور بتاع ليكيب ناسيونال خواتنا وحبابنا ماتش ودي فاش قام هذا الكل تعمل فيه وتدز يا مسي عبد الباقي ما ينجمش زاد يكون لهنا جمال بالماضي هو يكون ارزن من الملاعبي ملاعبي ماشي باش يلعب كوره على روحه معناتها فماش علاش معناتها تخلي معناتها الكوره تدزها ولا تدز ولا تعمل ها انا نشوف راه مش كل شيء ماشي بالعاطفه راه اونونشين الكوره عند في البنك الجزائر ولا بالماضي ماشي يهز مشى العابدي ينقز عليه غادي خلي الرماسير طيب الى رياجي شوف المره المده الاخرى في البطوله التونسيه حمدي العبيدي اللي يبقى انا بالنسبه لي حمدي العبيدي ستانجوار لي معناها يعجبني برشا ونحبه برشا غلطت مع زميله اكبر منه زهير الذوادي شعمل السيد وحييت ولا السيد خرجوا سعيد السيبي خرجوا والماتش اللي بعده ما لعبوش النتيجه كي رجع حمدي العبيدي انضباط ويماركي لك في كل ماتش امور امريكا لواحد وفهم الميساج انت ملاعبي هذا كونترونور هذيك انت هذا سعيد السيبي ما قبلهاش من ملاعبي جون انفير ان جوار بلوز اجي كو لوي بلوز اكسبيريمونتي كو لوي العابدي غلط وهذاك ابوه وامه واكبر منه وعمر وقدر يحترمه وي 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 غيرخ شوي بربي نعاودوها سامحني عاودها نعطيك اكزاكتلي نعاودوها اللقطه بربي نرجعوا للقطه اذا كان فما امكانيه في الاخراج يعاودونا اللقطه استنى نعاودها وتشوف علاش صارت هذه خاطر كي تشوف من الاخر تقول العابدي ما كروش وما عادش هاي اللقطه سي يوسف لا مش هذه استنى مش هذه مش هذه مش هذه اللقطه اللي موجوده لا 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 مش هذه ابدا لا 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 الكوره وين وشكون بدا مجد هجم عليك هيا هيا لا لا عاود عاود عاودها وقت اللي خرجت الكوره العابدي لا 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 العابدي ما مشاش باش يلعب هكا وقتها الانترنور مشى باش يجيب الكوره عابدي مشى يشرب كي مشى باش يشرب الانترنور مشى باش يجيب الكوره يا اخي العابدي لوح ومشى يجيب هكا وقت صار الاصطدام عاودها تو تشوف تو نعاودوها اللقطه